موضوع السوشيال ميديا بقى القصه صعبه شويه، واحد يقول لي هو الكابتن محمد رمضان أو سي من الناس أو ص من الناس راجع قافل السوشيال ميديا ليه؟ الفكره قديم شويه يا كابتن رمضان اصحى معانا بقى، أنت أيام ما كنت بتلعب ما كانش فيه سوشيال ميديا، النهارده سيب السوشيال ميديا يا كابتن رمضان أنت راجع بفكر قديم شوية وقافلها، فكها كده وهيصها سيبها تشهيص كده. تشهيص إيه وتهيص إيه؟ السوشيال ميديا من أكبر الأزمات اللي بتواجه أي لاعب، لأن لعيب الكورة لعيب الكورة ممكن يكون فكرياً مش أو فكراً مش دارس الأمور بشكل قوي، هو راجل بيلعب كورة، فدي ممكن تكون سلاح ذو حدين. احيانا تكون مفيده واحيانا تخلص عليك احيانا تعملك تعاطف مع جمهور واحيانا تعمل لك ازمه فما تسلمش نفسك ليه 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 تسيب نفسك طيب الكلام ده يا عم سيف حصل امتى خشوا معايا في القصه دي بسيطه وسهله وكبيره يعني ايه كل حاجه والعكس خالد عبد الفتاح نزل معايده لمران حمدي كل سنه وانت طيب في العادي في العادي ماشي هو اصدقاء تجمعهم علاقه تمام مروان حمدي عنده خلاف شديد جدا جدا مع جمهور النادي الاهلي مروان عنده خلاف شديد مع جمهور النادي اهو ادي خالد عبد الفتاح ادي مروان اهو تهنئه بعيد ميلاده جمهور النادي الاهلي زعل جمهور النادي الاهلي زعل وكان وقال ان خالد عبد الفتاح كان لازم يراعي شعورنا فتح سبرنت الكابتن محمد رمضان انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ بعد ساعات ما لحقناش ساعتين ثلاثة لأن القصة بقت بتطير على السوشيال ميديا. الأهلي قام نازل بالبيان عشان يعمل ايه؟ يهدي جمهوره، ما تهزرش مع الجمهور. ما تهزرش مع الجمهور. خالد عبد الفتاح قام ساحب البوست وقام منزل بوست اعتذار لجمهور النادي الأهلي، بكن لكم كل احترام وأنا ما أقصدش والقصة والحكاية والرواية. في في, في, في في مضمون الحاجة ممكن تكون سهلة ولكن نظرا للظروف عايز حسابات تانية ومراعاة الجمهور رقم واحد واحد يقول لي بقى مروان هيعتذر اصل الموضوع ما فيش مشاكل ما فيش حاجة بتدوم العمر كله بس انا بكلمك في الوقت الحالي جمهورك ده عظمك اللي انت باني عليه فانت قمت رايح في واحدة الواحدة دي فاهم قصدي؟ دربكة المشهد الاهلي قام نازل ببيان بيراميدز قام نازل ببوست دعم لمروان حمدي هي في النهاية عايزة حزبة ما كانتش مدروسة من خالد بشكل جيد انت عايز تقوله كل سنة طيب صاحبك قوله لكن انت بتنزل على العلن يبقى لازم تحسب ان في جمهور قاعد بالملايين زعلان اما الجمهور يسامح ويرضى يبقى حضرتك يعمل كل اللي انت عايزه <applause> وصلت كده القصة وفي محمد عبد المنعم قام رايح لناصر منسي كل سنة وانت طيب اصدقاء ومشوا مع بعض ماشي. ده ما يخص الحاجات على السوشيال ميديا اللي عايزه حسابات وبتعمل دوشه. دي من الحاجات اللي بتعمل دوشه وده اجابه السؤال بتاع ليه اي مدير كوره جامد بيقفل السوشيال ميديا عشان ما يعوركش. عشان لو انت ممكن ما فكرتش ممكن انت مثلا زان شويه تنزل بوست كده مصر تاخده او الناس كلها تاخده في حته تانية خالص فيقوم ضارب في وشك بلغه الكوره. فبيأمنك محمد رمضان لما بيقفلها بيأمنك واضحه اهي طيب ايه المفيد منه بقى؟ المفيد منه انك تلاقي لعيب زي طاهر بيتألق بيكسر الدنيا مع منتخبنا الوطني فبيقوم رايح له امام عاشور وحسين الشحات ومنزلين له مباركه اهو فواحد يقول لي ايه يعني انت جبت التايهه حسين الشحات ومام عاشور بيباركوا لطاهر اللي معاهم في الملعب طب ما ده عادي ايه يعني انت جبت الجديد في ايه يعني ايه بقى السوشيال ميديا عملت ايه اقول له ماشي طب انت عايز ايه يقول لي انا عايز اما حد من الزمالك يبارك له يا سيدي ولا تزعل زيزو كاتب له ما شاء الله وبارك له اهو ما يهمكش خالص بقت هنا السوشيال ميديا مفيده بقت رساله لنبذ التعصب بقت رساله النهارده حلوه بقى مشهد لذيذ مركز معايا يا استاذ صاحي معايا اصحى معايا بس عشان ايه نجمع القصه يعني السوشيال ميديا تنزلك البحر وتطلعك من النيل فخلي بالك هتقعد تفكر لها وتحسب لها ماشي هتتعامل بسهوله وسلاسه من غير توقيت المواقف هتتعب عشان كده النهارده اي مدير كره بيعمل ايه بيامن الحته دي بيامن الحته دي